مرحبا، هذه الورقة هي ورقة تقديمية، غايتها هي فتح بعض القوى حول تجربة الشاعر محمد وقرار. محمد وقرار هو شاعر أمازيغي من الشعراء المغاربة الذين انخرطوا في رهان الكتابة منطلقين من وعي خاص بهذا الرهان. وحين نتحدث عن الكتابة في سياق الشعرية الأمازيغية فنحن نتحدث عن مرحلة جاءت بعد مخاضات طويلة جدا، بدءا بالمرحلة الشفهية التي عرفت تجارب متعددة، منها تجربة الروايس، تجربة الشعراء في أسيس، وقس على هذا. طبعا محمد وقرار يشتغل على أو يشتغل بالنص الشعري وفق رؤى خاصة جدا، ما دام شاعرا حداثيا بطبيعة الحال. والحديث عن الحداثة في الشعر الأمازيغي لا يمكن أن يستقيم إلا بتحديد الشروط التي سمحت بالانتقال من مرحلة الشفاهة إلى مرحلة الكتابة، التي هي السمة الغالبة لما سميناه بالحداثة. طبعا من هذه الشروط شرط المدنية، أي أن التجربة الحداثية في الشعر الأمازيغي المعاصر، تجربة الكتابة بالتحديد، جاءت في سياق مدني انفصل عن الشرط الثقافي الذي كان يسم التجارب الشفهية التي كانت يعني تحتفي بالفضاء الثقافي القروي والبدوي بما يعني بما يمليه من معطيات، وقس على هذا. ثم الشرط الآخر هو الشرط المعرفي، ذلك أن الشعراء الحداثيين في الأمازيغية وعلى رأسهم طبعا الشاعر محمد وقرار ينطلقون من خلفية معرفية قوامها الإلمام بجملة من الحقول المعرفية التي تشكل أرضية للكتابة من خلال مساءلتها، من خلال تحويرها، من خلال فتحها على آفاق جديدة. ثم الشرط الآخر هو يعني شرط التحرر من القبليات والمسبقات الثقافية التي فرضها السياق الأمازيغي، طبعا بما فيه من أمور متعلقة بالجانب الثقافي، منها ما تعلق أيضا بالجانب السياسي، أي أن لأن إذا تحدثنا عن هذه المرحلة لابد أن نشير إلى أن الوعي السياسي الذي يعني ظهر في مرحلة من المراحل متعلق بالثقافة الأمازيغية وأدوارها داخل المجتمع ووضعيتها إلى آخره، جعل الشعراء يفكرون في مسارات جديدة للكتابة الشعرية. الحديث عن تجربة محمد وقرار هو حديث عن خواص متعددة لا يمكن الإلمام بها في ورقة واحدة أو في جلسة واحدة، وبالتالي سأسعى إلى الاقتراب ما أمكن من هذه التجربة انطلاقا من تحديد خاصيتين أساسيتين. الخاصية الأولى هي أن وقرار نظر للكتابة من داخل الكتابة، هو طبعا ملمح ظهر مع الرومانسية الألمانية. نعرف أن في الثقافة الأمازيغية هناك غياب نسبي للكتابة النظرية الموازية للكتابة الشعرية، وبالتالي فكر وقرار في أن يبني نظرية للنص من داخل النص الشعري. وهذا الملمح يمكن أن نلمسه بقوة في نصه تاغوري الكلمة. يشكل نص تاغوري من ديوان أفنوزنس نغريماند تانغا إفصاحا عن علاقة الشاعر وقرار بالكتابة، فالنص ينهض على خطاب يوجه الشاعر للكلمة، يكشف هذا الخطاب عن رؤيته للكتابة بوصفها نبعا شاسعا بقدر شساعة العالم. مكدا سجيتون تيروت مضال أسجيتون تيروت أغبال، بقدر اتساع العالم يتسع النبع داخلك. يرى وقرار إلى الكتابة بما هي سفر لا متناه في الدواخل والأعماق، وترحل دائم
في أقاصي الذات يفضي بالشاعر إلى الاتصال بالمعنى. مررت غوغنسين سنفير سحت بداخلي وارتحت. تغدو الكتابة وفق هذه الرؤية إنصاتا لنداء الذات، وانتباها لمنطقة بين الجسد والروح، منطقة يعدها الشاعر مركز الذات ومصدر الإبداع. أوليس رهان الأسطورة على خلق التوازن بين ديونيزوس وأبولون رهانا على الموازنة بين الروحي والجسدي؟ والإبداع هو ثمرة هذه الموازنة، ومن ثم فالكتابة هي بمثابة إمساك بأثر العالم في النفس، أثر شبيه بالوقع الذي يخلقه صوت الدف في الأعماق. يقول وغرار قس جد سلامت يوغرد نتقنزة يغني تزويق غوغ ماد التسقى نقريمان التنقى. ونظرا لأهمية الكتابة ومركزيتها في تجربة وغرار، فقد شكل نص تاغوري بؤرة المجموعة الشعرية، إن لم نقل بؤرة التجربة ككل، ما دامت الكتابة مقيمة بين الروح والمادة أي الجسد. وما يصرح به عنوان المجموعة أفنوزنس نجريمان تانغا، ذرتها بين الروح والمادة، الذي أخذ منه نص تاغوري. الكتابة بناء على هذا النص متمنعة، يتبدى هذا التمنع من بحث الشاعر المضني عن الكلمة وسعيه إلى بلوغ الحقيقة عبرها، وهو مسعى يؤكد الشاعر وعورة مسلكه. فالكلمة وفق منطوق النص تخطو بتثاقل أزمزل صداين وينونت أيقا الخطوة الأثقل لك، وهي تتعالى على الشاعر وتتأفف منه. تقول متن تنزار دي قلنا أشتوت لنتيو أسرغد الكم، وتشمخين بأنفك للسماء بحبو الحرباء تأتينني. يؤكد الشاعر صعوبة الكتابة والقلق الذي يتملكه لحظتها، كيف لا والكتابة عنده كشف وخلق دائمين. وما دام الشعر في عرف هايدغر كشفا عن الحقيقة، عن حقيقة الوجود، فإن الكتابة تظل في نظر الشاعر ناقصة دائما. إرواس إسي الغدي إرواس داغ إسي سكل أدينيغ إموزن إسنق جيتونت إترزا كرو جمال، كأن الصوت فيك عوج، كأنه بحة أو أنه انكسر. هذا الإحساس بالنقص في الكتابة مرده إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الشاعر، وهي بلوغ حقيقة الذات والعالم والتأسيس لأنطولوجيا خاصة تتغيى الانفصال عن ميتافيزيق الأصل التي أسست لها الممارسة الشفهية، والتي عدت الشكل ثابتا ونظرت إلى الكتابة من زاوية التدوين الذي لا يعدو أن يكون رسما خطيا للصوت وتوثيقا للكلام. ينتصر الشاعر في رهانه على الكتابة في نهاية نص تاغوري، بحيث يبلغ غايته ويتمكن من القبض على الكلمة التي عانى من تمنعها في البداية. ومن ثم تصير الكتابة في نهاية المطاف تأريخا للذات وتعبيرا عن الكينونة وإعلانا للتطابق بين الشاعر وشعره، تطابق يجعل النص في انفتاح دائم على السؤال. يقول وغرار في نهاية النص ما مفاده بالعربية: فلتصفري ولتزغردي بملء فاك لننبت هناك وهناك نلد، تمهلي في حكيك وزغردي يا مدللتي. لم يكتب وغرار نصوصا نثرية تعرف بتجربته وتبرز تصوره للكتابة، ولم ينشر بيانات كما فعل شعراء آخرين، وحسبنا أن نشير إلى شاعرين يكتبان بالعربية هما أدونيس ومحمد بن نيس، فإلى جانب كونهما باحثين في النظرية الشعرية، فقد نشر الأول مقالات في مجلة مواقف بعنوان تأسيس كتابة جديدة سنة 71 و900 و1000، ونشر الثاني بيان الكتابة سنة 81 و900 و1000، وفي هذين البيانين يوضح الشاعران مذهبهما في الكتابة ورؤيتهما للعمل الشعري. الخصيصة الثانية التي يمكن أن نقف عندها بصدد تجربة وغرار هي خاصية المعرفة. تنطلق الكتابة عند وغرار من تصور يرى إليها بوصفها اشتغالا معرفيا قبل كل شيء، فالكتابة الجديدة تستدعي استثمار المعرفة في تأسيس متخيل النص،
استثمار ينهض على محو الحدود بين المعرفي والشعري والقدرة على جعل النص متولدا عن أساس معرفي دون أن يكون حضور هذا المعرفي مكشوفا بشكل يجعل النص متولدا بشكل عفوا يجعل النص نسخا للفكرة أو تعليقا مشوها أو نثرا فاضحا. إن الاشتغال بالمعرفة في الشعر يقتضي أن تكون عملية التحويل قائمة على المحو. إن الأمر يتعلق بإعادة الكتابة بدل الاستنساخ، فكل كتابة هي إعادة كتابة بالنظر إلى ما يصاحبها من تشطيب وحذف وتعديل. طبعا الاهتمام بالمعرفة في نصوص وقراء باعتبار اشتغاله على جملة المعارف كنصوص غائبة يظهر من خلال انطلاقه طبعا مثلا من المعرفة الصوفية كأساس في بعض النصوص، انطلاقه من بعض المقولات الفلسفية التي شكلت طبعا نصا غائبا في نصوص عديدة، ثم اشتغاله على المزاوجة بين الشعري والسردي، وهي ملامح طبعا تتبدى من خلال البحث في النص الوقراري ومحاولة الوقوف عند نقاط التلاقي بينه وبين هذه الحقول المعرفية. طبعا هذه التجربة هي أو هذا الملمح لا يستقيم إلا بالإيمان بأن النص الشعري هو جماع نصوص في آخر المطاف، جماع نصوص شعرية سابقة، جماع نصوص معرفية أخرى، وبالتالي النص ينهض كما هو معروف على التنص. هذه بعض الخصائص التي يمكن، وهي خصائص طبعا وقفنا عند خاصيتين اثنتين لا يختزلني منجز وقرار، لا تختزلني عفوا منجز وقرار ولا تجربته، لأن تجربة غنية بمداخل قرائية متعددة يمكن للقارئ أن يقف عليها وأن يفتح معها نقاشا يغني النص ويغني التجربة. شكرا. تنميرت مؤسسة بيت الشعر بالمغرب على الدعوة. الاسم ديالي محمد وقرر، من مواليد أكادير، كبرت في أكادير وما زلت في أكادير. تصدروا لي 4 ديال الدواوين من 2004، الديوان الأول تينيتين يعني الوحم بالعربية، وهو من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. 2010 الديوان الثاني تينو، 2013 الديوان الثالث أفنوزنس غريمان تنقا، بمعنى جزيئتها أو ذرتها بين الروح والمادة أي الكلمة. 2016 ديوان إصنداي بمعنى مذاقات، وهو من منشورات مؤسسة بيت الشعر بالمغرب. الشعر الأمازيغي، ولما أقول الشعر الأمازيغي أنا كان يعني بالخصوص أمازيغية الأمازيغية الموجودة في المجال السوسيو ثقافي من دمنات حتى الموريتانيا، يعني الفاريونت المتغيره ديال داش الحيط الشلحه، هذا هو الذي اعنيه، لان الاخر لا يمكن لي ان ادعي ان لي شي معرفه اللي سمح لي انا نهضر عليها. كنهضر على الشلحه داش الحيط، الشعر الامازيغي في داش الحيط في السوس او في داش الحيط اللي ورثنا هو الرويس. قبل الرويس كاين إن الضمن، إمارير، إن الشن، هادو ممكن نعتبرهم إنقام بوحدهم. كاين الرويس إن الضمن مثلا الكبير سيدي حمو الطالب اللي كنعتبره أنا بحال امرؤ القيس بالنسبة للعرب، ولا أحمد شوقي بالنسبة للمصريين. سوس المتنبي أو امرؤ القيس ديال سوس هو المتنبي، هو سيدي حمو الطالب.
كاين سيدي حمود طالب عثمان ازوريد حاليا وعلي شهاد وهذو من كبار رائين الضامن ديال سوس. كاينين الروايس الحاج بالعيد المعروف وبكر انشاد امن تاج ايسار الى اخره. من بعد في الستينات من بدايه الستينات بدات التجربه ديال المجموعات، مجموعه ازنزار، مجموعه عثمان، ارشاش، وهادو تخلقوا بالنسبه لهم مجموعه ديال الشعراء اللي كيكتبوا لهم او ما يمكننا نسموه كتاب الكلمات، بحال بالنسبه للدارجه الطيب العلاج علي الحداني الى اخره. بالنسبه للمجموعات ازنزار كاين محمد الحنفي، عبد الرحمن صوني، بالنسبه لايكيدا كاين الشاعر عبد الكريم القاضي عبد الكريم، ارشاش مجموعه ارشاش كاين علي شهاد الى اخره. يعني كاين ثلاثه لي غام، كاين ينظم الروايس ثم كتاب الكلمات ديال المجموعات. هادو ممكن ندرجوهم في اطار الحداثه، داخل الحداثه، رغم ان ينظم وحتى الروايس استفدوا من هذه الحداثه من خلال التسجيلات. هادو ثلاثه ديال المستويات، ديال الاشكال ديال الشعر عند سوس. ومع بداية المطلب الأمازيغي، الحركة الثقافية الأمازيغية، وهنا غنذكر أول جمعية في المغرب تحدات خرجت للوجود للدفاع عن الأمازيغية والحقوق ديالها، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في سنة 1967. هنا جانا واحد الشكل جديد يختلف لا على النظام ولا على الرويس ولا على كتاب الكلمات، منهم المرحوم علي صدقي ازيكو، منهم المرحوم ابراهيم اخياط، منهم السي حسين اشكون الى اخره كمثال. هادو ملي جينا حنا لقينا هاد الاشكال هادي، واللي اثار الانتباه ديالنا ان هادو اللي مرتبطين بالمطلب الامازيغي كيكتبوا شي حاجه ماشي ديال كتاب الكلمات ديال المجموعات، ماشي الروايس، ماشي ينظم. يعني هنا فاش بدات هنا الرواد ديال الحداثه. هنا يمكن انني نعتبر ان التجربه ديالي المتواضعه تندرج في هذا الاطار، هذا من داخل هذا الاطار هذا الرابع. التجربه المتواضعه اللي على الاقل عندي الحق انني يكون عندي الادعاء انها تجربه حاولت ان ترسم مسافه بين هذه الاشكال، حاولت ان تاتي بشيء غير مالوف. اتمنى ان اكون ناجحا. بالاضافه للتجربه ديال الشعر كاين المسرح، وهذا لا مجال للكلام عنه في هذا المقام. شكرا. تقميمت جرعه الزوين وظلي دران اغتاد متنس دا قرام كودا تغديد تلمت ومكدم تغمانت كود غيم مالينت غد نتزلكين سوغ 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 قيسن نيت نيت استيت تغريت خزريت تردم ديري قمون تسم دي تيسيت اقيدي تريق نغلبان هاتي تغيل غيل تصوضاني قي قيسن تمقيت سقمان تب انكدا قيم ايرا وزمز كان قيتون تنتام سكنت تقميمتي وإيميك إيمين ننت سكخ كنت نكين يكي قان كي قان ديمين وسقمت سقمت يمين ارد نساو سقمت يمين ارد نساو الزوار نسان من استيوم تاتا ايو غيمسن الزيقر الزيقر كيف غيبي ويو تسمي ورطال أتبن ولال كسر النور فيغ بالتمان فوسقا سقسم تقيقي حموس بوي سرقن وركرناك تنتي تجراغ أردو كندلك مند إلما كود داري غي دصدو كنتي سان سقممتك تصدمت سيتي تيوخ تنتضفي يقد سيتون تغتا غارتين وإلنس إزبوك
كنت نت تغاولانت وتغاولانت اتقدمت نجيتونت اتقدمت نجيتونت امق زغد اترممت نطبضيت اتتقلت نم اسنك في الاستبيم تدول ميام يام ويا مردي سيد جيتونت تقمر تيزين ترمت زنت كرا سحردك سد مي سالسن انغا اخدي سكنا ايمان اللغمان اريفي النند تفرلمت تنزي تزكت تاغويت تلين تنديلس غمصي ريض اطلمت زغاغ دقرزو قرض تزقنزرت اتكندرونت تونمت تجايت تترغين تقايت واتشيد مطن خضي خضي ورياك كنت انتم فنت تبديكت تززت ستيدي تتستنطم ممضي ابذرك مونسن اسليك من حال وتكنت انتم زك زك غتم لله ق تسك ممتك اكك اك تنميت إنيجين دوف شاهد عيان زرغ جيم زرغ جيم إلو مسالو ويور على الله تطينقا إيزد إيزد ديساكم تحليل نغديسكم قليل ما نسدو تسي تسار على الله تطينقا يما انتقيرا رنتخسي تغتغارت ما نتغاولت أسني غيوف يفون تو كان من الديست سمونمت تيوري متضارات مش تقومين تتسغالمت تقنو اي هاي النونت سلم تصيد النونت مالي تغولت ميد انتزات ميد ديريز ميد دونوفل وريد سننت من سكنت يقلي ودار يقرد يويز النونت افود وقاونت ايوز النونت مالي تغولت تتويت أتضي نقا تتويت أتضي نقا تسدوس نتني تتدي نونت ملمتي كا ريغادي السان غمفت الزاد متزنير من النونت من الوسان اللي تغماشت ما اللي تغاولت تفدي تغانيم تسمدي دي في السين ساسنصي تدي نونت إغيادة وانت كنانت إسن كاكسان تتغام تنس غوم وتنونت وياه النونت مالي تغاولت مالي تغاولت زريت زريت تطنقا زنور زريت طاغت تدي اللي انت غانيمت طاغت تدي اللي انت غانيمت تسلو النغوم للتقالوس نغند فروري غجاريف تشو التاش اللي كانت يدي النونت أخايت وياه النونت ماني تغاولت ما أنا ما تغاولت ما تغاولت آخر ما لحنا المرحوم عمر مبارك في ألبومه الأخير هي قصيدة واز إينيك فريد مكادي فولكي واسدن ميغا وازن غرسان مكادي فولكي واسدن ايغا وازن غرسان ماذا سيم قرني تايل جينستا ونزاغ غروالن ماذا سيغ من غيمين سوزوي غيتين فورين ماذا سيغ نغتم كرتا قاين وزلاي تدبرت نتات ارد نوور غيك زيتنت تبيك سستدي اي مرزينس سوزن زرن تفوكت تاكوزين تاكوزين ترغو ومان تفسندوغا غوافتن تيووتشينس تزولا استفوكت فادن غاولند يغلي دويري برحيطيت نيلين غسايز إيك إدنونت أسقر سكيغان تغريت أستارا تزلاتين مكادي فولك يوسدن أو صغي إسالة إسيلنا ونقلسان مكادي فولك يوسدن إيقا واز نقلسان تنميرتو